الميدان و سهله، وراه كيساهموا فيما يتعلق بالتجديد فيما يتعلق بالمصالح الخارجيه غير بشكل مباشر. هو بمعرفه هذا الدور اللي كان بمثابه الفتح المبين بالنسبه للمدن العتيقه اليوم. حنا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي الجهة ما قبل الأخيرة في إطار عقد مجموعة من المشاورات على مستوى الوطني. وهذه الجهة كتشكل واحد المكانة خاصة، أولا لكونها كتحتل القسط الأكبر من الأنسجة والمدن العتيقة، ثم عندها موقع استراتيجي جغرافي مهم، كذلك عندها قيمة اقتصادية وثروة اقتصادية مهمة جدا. ثم هذه الجهة كذلك فيها مجموعة ديال البرامج وحظيت مجموعة من التدخلات، إن على مستوى معالجة المباني الآوية للسقوط أو على مستوى تأهيل وتتميل الأنسجة العتيقة، وهو ما سيمكن لا محالة من معرفة الإكراهات خلال هذا اللقاء، وكذلك معرفة التجارب الرائدة اللي يمكن ناخذها بعين الاعتبار في بناء هذه الاستراتيجية، كذلك معرفة مختلف التدخلات، كذلك إشراك مختلف الفاعلين والفرقاء سواء كانوا مؤسساتيين، اقتصاديين، اجتماعيين، ثقافيين، مجتمع مدني، سلطات محلية، وسائل الإعلام في بناء هذه الاستراتيجية وفق تصور شمولي ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية. الهدف من إعداد استراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآية للسقوط هو أولا إيجاد تموقع للوكالة داخل منظومة من الفاعلين والمتدخلين في مجال تأهيل مباني الآية للسقوط وكذلك عمليات التجديد الحضري، تنزيل هذه الاستراتيجية على المستوى المحلي أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، ثم بناء خارطة طريق وخطة عمل من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية تنفيذا أمثل مع آليات للحكمة وكذلك للتتبع والتقييم. وباش هذا هو الاستراتيجيه ديال الدوله نهائيا. لكن المدينه خصها تبقى عامره، ما خصهاش تخون، تعرف هذا.